أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك. صدق الله العلي العظيم. بارك الله فيك. حسنت. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب إنهن أضللن
كثيرا من الناس فمن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين عترة الرسول صلى الله عليه وآله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استوصوا بأهل بيتي خيرا فإني أخاصمكم عنهم غدا ومن أكن خصمه أخصمه ومن أخصمه دخل النار. وقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من آذى شعرة مني فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله لعنه الله ملء السماوات
والأرض. وقال صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على اليهود، واشتد غضب الله على النصارى، واشتد غضب الله على من آذاني في عترتي. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على من ظلم أهل بيتي. اللهم عجل في فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر.